هذا اللقاء المبارك باش ناكدوا مره ثانيه كما اكدنا جميع 2015 في الانتخابات الجماعيه، خرجت تفلت عن بكره ابيها وبصمتت على رمز النخله وبصمتت على الرئيس ديالها اللي هو عبد الصمد عرشان. كنا احياء ديالنا تواول ديالنا في الخدمات ديالنا كنطرقوا الباب ديال الرئيس ديالنا اللي هو سي عبد الصمد وكنقولوا له بغينا التطهير، بغينا الماء، بغينا الضوء، بغينا الواضحه، بغينا بغينا. شوف سي عبد الصمد تيقول لكم كنقول لكم حنا كاملين بغيناكم تصوتوا لعبد الصمد. هو المرشح الوحيد ديال بنت تفلت، هو ولد تفلت، ابن تفلت، والدائرة ديال تفلت، ما يمكن ليناش نهار الجمعة أو الثاني أننا في العشية نكونوا على برلماني، خاصة تفلت إن شاء الله الرحمن الرحيم نهار الجمعة كي تلقى النتائج تكون تفلت فرحانة وتلقى البرلماني ديالها اللي هو الشيخ عبد الصمد عرشان. الله يرضي عليكم، ما نهكزوش نهار الجمعة. خرجوا كاملين والعائله ديالنا وخواتاتنا وحبابنا وهمنا ونقولوا لهم الله نشوف صلاه الاقتراع نمشيو نصوتوا، لان الا فاتت الفرصه ديال نهار الجمعه غادي نبقاو المده ديال 6 سنين وحنا كنقولوا يا ويلتاه علاش ما مشينا نصوت على عبد الصمد. خرجوا خرجوا بكثافه وما نملوش، كان شوف فيلم ولا الشتاء ولا العجاج نمشيو نديو الواجب ديالنا ونشهدوا شهاده ديال الصدق بان عبد الصمد ما غادي نكفل وخلاها من المدن الكبرى والمدن المتطوره. ما غنطولش عليكم وغنقول لكم اننا نعاهد الله ونعاهدكم اننا غنكون مسيره التنميه ديال تفلت الى 2021، انا غنبقى رئيس سنه 2021، فلهذا خاصنا ندعموه وخاصنا نعطيو هاد القوه ونعطيو هاد المقعد ديال البرلمان باش يدافع عن تفلت في المحافل المركزيه ويمكن حتى المحافل الدوليه، لان البرلمان هو معنا اليوم وحاضر معنا اليوم وتم استدعاؤه لكولومبيا أربع شهور باش يمشي للمغرب، اذا هذا شرف لنا وشرف لنا.